السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسألة 27 من الفصل الثاني للصف 11 العلمي. استخدمت قوة أفقية مقدارها 20 نيوتن في تحريك جسم كتلته 1 كيلو جرام على السطح أملس يميل فوق الأفقي بزاوية 53. هذه الزاوية 53 وهذه القوة F. الطلب ألف ما مقدار القوة المتعامدة اللي هي FN التي يؤثر بها السطح على الصندوق، والطلب الثاني ما عجلة الحركة. ماذا نفعل؟ نرسم المحور Y ثم نرسم المحور X ثم نحلل القوة F إلى مركبتيها ومركبة والوزن إلى مركبتي. عندنا مركبة الوزن على المحور Y هي عبارة عن FG كوساين 53، ومركبة الوزن على المحور X FG ساين 53. منحلل القوة هذه F إلى مركبتيها، نسقط أعمدة على المحور Y وأعمدة على المحور X. المركبة هذه عبارة عن FX وهذه عبارة عن FY. FN لها هذا الاتجاه، الزاوية هذه 53. لماذا؟ لأنه المتجه F يوازي المستوى الأفقي هذا. إذن نحسب FX. FX كونها تجاور الزاوية 53 إذن تساوي إلى F بكوسين 53 وتساوي إلى 20 في كوسين 53. الجواب بيطلع 12 نيوتن. نحسب FY. FY تساوي إلى F في سين. لماذا؟ لأنه FY اللي هي هذه تقابل الزاوية 53 هذه وتساوي لعشرين بساين 53 تطلع 16 نيوتن. لأنه طبق قانون نيوتن الثاني على المحور Y، مجموع القوى على المحور Y يساوي للصفر. كم قوة على المحور Y؟ عنا على المحور Y القوة FN في الاتجاه الموجب، والقوة FY في الاتجاه السالب، والقوة FG كوسين 53 في الاتجاه السالب. إذن FN بدها تساوي، أو خلينا نعود هنا، FY عبارة عن 16 سالب FG عبارة عن 1 ضرب 9.81 في كوسين 53 وكله يساوي الصفر. منه بتطلع عنا FN وتساوي 22 نيوتن. هاي الطلب ألف. الطلب ب ما عجلة الحركة الصندوق على حركة الصندوق. منطبق قانون نيوتن على المحور إكس، هذا المحور إكس. كم قوة عنا؟ عنا إف إكس في الاتجاه الموجب اللي هي هذا، وعنا مركبة الوزن اللي لها هذا الاتجاه في اتجاهين متعاكسين. إذا بيكون عنا مجموع القوى على المحور إكس تساوي للكتلة في العجلة. عندنا FX بالاتجاه الموجب ناقص FG في ساين 53 في الاتجاه السالب تساوي للكتلة في العجلة. FX حسبناها كانت 12، FG عبارة عن 9.81
ساين 53. الكتلة عبارة عن واحد مضروبة في العجلة، ومنه تطلع عنا العجلة وتساوي 4.2 متر لكل ثانية تربيع.